مسرح جديد لجريمة حوثية، هذه المرة في قرية حمد صرار في مديرية ولد ربيع بمدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء. حصار تفرضه ميليشيا الحوثي على القرية عقب دفعها بتعزيزات عسكرية كبيرة تضم دبابات وأطقما على متنها عشرات المسلحين. تقول المصادر إن الميليشيا تمنع دخول المواد الغذائية إلى القرية وتطلق الرصاص على الأهالي وتجبرهم على عدم الخروج إلى مزارعهم في محاولة لتخويفهم. هذا التصعيد الحوثي تجاه المدنيين يأتي كوسيلة ضغط لإجبار الأهالي على تسليم 7 أشخاص تتهمهم الميليشيا بقتل 4 من مسلحيها الأربعاء الماضي بعد أن قتلوا 2 من أبناء القرية في إحدى النقاط المستحدثة في رداع. تقول المصادر إن هناك حالة من الترقب والاستنفار القبلي في منطقة قيفة تحسباً لأية محاولات حوثية لاقتحام القرية وسط تحليق للطيران المسير وتحشيد كبير للعتاد العسكري. وفيما تحاول وساطات لإنهاء التوتر، اكتفت الحكومة بالتحذير من إقدام الميليشيا على ارتكاب مجزرة جديدة في المحافظة. منظمات حقوقية أدانت الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق أبناء رداع وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم والتعامل بحزم وجدية لردع الميليشيا وحماية المدنيين. ما يجري اليوم في مدينة رداع يأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي تمارسها الميليشيا بحق أبناء محافظة البيضاء، وفي نهاية مارس الماضي كانت الميليشيا قد أقدمت على تفجير منازل على رؤوس ساكنيها مخلفة ما يقرب من 30 قتيلا وجريحا. الاندفاع الحوثي بهذه القوة تجاه قرية صغيرة يحمل دلالات كثيرة، حيث تسعى الميليشيا إلى إرهاب اليمنيين وإخماد أي أصوات مناهضة لجرائمها، وتنفرد بكل قرية لوحدها وسط فشل الحكومة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وخذلان إقليمي ودولي لليمنيين.